حياكم الله مشاهدينا من جديد، ومع آخر موضوعات أمسيتنا لليوم، ومع مفوضيات مرشدات الشارقة وتماشيا مع جهودها الرامية لتعزيز ثقافة الممارسات الصديقة للبيئة بين كافة أفراد المجتمع الإماراتي، وبالتزامن مع أسبوع التنجير في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظمت مفوضية مرشدات الشارقة بالتعاون مع بلدية مدينة الشارقة دورة جديدة من مبادرة اغرس باختيارك. والحديث أكثر حول تفاصيل هذه الفعالية وأهم ما تضمنته من ورش عمل، يسعدنا أن نرحب بضيفتنا في الاستديو الأستاذة إيمان حميد آل علي، منسق فعاليات أول بمفوضية مرشدات الشارقة. حياك الله يا إيمان، نورتينا اليوم في برنامج أماسي. الله يحييك، تسلمين، يعطيكم العافية. تحدث في البداية عن هذه الفعالية اللي هي أغرس باختيارك، نبي نتعرف عليها ومدى أهميتها بالنسبة للمرشدة نفسها في مرشدات مفوضية مرشدات الشارقة. بداية أحب أشكر تلفزيون الشارجة على هاي الاستضافة الطيبة واهتمامكم بتغطية فعالية أغرس باختيارك. تسلمين، واجبنا. قمنا بفعالية أغرس باختيارك في مقر مفوضية مرشدات الشارجة مع حضور عدد من الطالبات من المدارس، كذلك منتسبات المفوضية من زهرات ومرشدات. جميل جدا. إما تحدثين عن كيف يدل اختيار على العنوان اغرس باختيارك، وما هو المميز فيه في هذه الدورة؟ الكل يترقب سنة عن سنة شو مجموعة النباتات اللي بنغطيها في هالسنة. جميل. فاغرس باختيارك هي تفسير لكل سنة مجموعة النباتات اللي نختارها. صحيح. الحضور عندنا يختارون شيء من هالمجموعة عشان يزرعونه خلال الفعالية. أكيد إيمان، مثل هالفعاليات تقريبا لها أهداف، يعني تتضمن كذلك يعني تأهيل المرشدة نفسها في مفوضية مرشدات الشارقة. نبي نتعرف عن الأهداف التي يعني تهدف من خلالها مفوضية الشارقة إلى صقل وتأهيل هؤلاء المرشدات. أكيد طبعا، نحن دائما نشجع منتسبات المفوضية الزهرات والمرشدات على أنهم يحضرون الفعاليات المحلية في صحيح. الدولة، وخاصة أن هاي الفعالية تسعى لتعزيز المحافظة على البيئة، وكذلك التوعية بكيفية المحافظة على بيئة الإمارات. جميل جدا. كيف رأيتم مدى يعني ردود أفعال نفسهم المنتسبات في مفوضية مرشدات الشارقة بمجموعة الفعاليات ونقول ورشات المتنوعة تقريبا اللي تعرضها مفوضية مرشدات الشارقة على مدى السنة كاملة تقريبا؟ طبعا لوحظ اهتمام الحضور، في خاصة كان في عدة ورش في هالفعالية، فكانوا مهتمين بالمشاركة. كذلك اللي ميز هاي الفعالية أنه بجانب تواجد المنتسبات كان عندنا عدد من طالبات المدارس. جميل جدا. كيف كان إقبال الطلبة نفسها؟ مثل ما تذكرتي أن في كان إقبال من طلبة المدارس، نبي تعرف كيف كان إقبال الطالبات أو الطلاب كذلك في الانتساب لهذه الفعالية، والتي كانت بالتزامن طبعا مع أسبوع التشجير في دولة الإمارات العربية المتحدة. هي نعم، استقبلنا في يوم الفعالية 100 طالب وشاركوا في عدة ورش كانت موجودة في الفعالية، ومن غير فقرات الزراعة في المساحات المخصصة للفعالية مع 30 زهرة ومرشدة. جميل جدا. أكيد لكل نجاح لأي عمل هناك أكيد في تعاون مع العديد من الجهات الحكومية هنا في إمارة الشارقة. نبي نتعرف على الجهات اللي تعاونتم فيها مع مفوضية مرشدات الشارقة في إنجاح هذه الفعالية. طبعا طبعا من خلال شاشة تلفزيون الشارقة نيابة عن مفوضية مرشدات الشارقة، أحب أشكر بلدية الشارقة على اهتمامها وسعيها وتوفير كل التسهيلات لإنجاح هاي الفعالية. كل الشكر والتقدير لهم. طبعا هم ساعدونا في تهيئة المساحات، تهيئة التربة قبل الزراعة، من غير توفير الشتلات. حتى خلال الفعالية قاموا بتوعية الحضور بأهمية الزراعة وطرق وخطوات زراعة الشتلات المتوفرة. صحيح. إيمان، بنتعرف كذلك يعني كيف وصلتوا معلومة أهمية الزراعة في المنتسبات لمفوضية مرشدات الشارقة، وخاصة مثل ما ذكرت أن كان بالتزامن مع أسبوع التشجير هنا في دولة الإمارات. كيف كان يعني الناس كانوا يستمتعون بالفعالية بنفس الوقت كان هناك غرس لأهمية الزراعة؟ نبي نتعرف أكثر على هذه الفعالية اللي هي أغرس باختيارك. هي نعم، نحن خصصنا ورش عمل تخدم أهداف الفعالية.
واللي هي استدامة البيئة، واللي تندرج تحتها الزراعة وإعادة التدوير. فمثلا عندنا كانت إحدى الورش اللي هي إعادة تدوير الجرائد لصنع الصيص للزراعة، وكذلك صناعة الحقائب الصديقة للبيئة. جميل جدا إيمان. نتحدث كذلك عن تفاصيل هذه الفعالية، ما احتوت عليه من شتلات، المساحات اللي تم زراعتها، كذلك طريقة استغلال كذلك هذه المساحة بشكل إبداعي أو مبتكر تقريبا من قبل منتسبات مرشدات مفوضية الشرقاء. طبعا مساحة موقع الفعالية تم تقسيمه لعدة أقسام. جميل. القسم الأول اللي هو سميناه المتاهة الخضراء، وطبعا بحكم الشتلات المحلية اللي وفرتها لنا البلدية. جميل. اخترنا نبتة الدمدم اللي هي زرعوا منها البنات المتاهة، وإن شاء الله عقب 4 شهور بتبين نتيجة هاي المتاهة. طبعا كل ما يزورون البنات المفوضية أكيد بيكونوا متحمسين أن يشوفون شو الجديد، وين وصلت هاي المتاهة وارتفاع المتاهة. كذلك القسم الثاني من المساحة كانت عبارة عن واحة النباتات المحلية، وساعدنا المهندس على التعريف بأسامي النباتات المحلية وكل نبتة شو ممكن تخدم البيئة. جميل جدا. تقريبا يعني مفوضية مرشدات الشارقة دائما تحرص على تعزيز المنتسبات نفسهم وصقل خبراتهم بالعديد من الفعاليات والورش. نبي نتعرف على الورش اللي قمتوا فيها في غرس باختيارك. طبعا مثل ما ذكرت قدمنا ورشتين، الأولى اللي هي كيفية إعادة تدوير الجرايد لشيء مفيد خلال الاستعمال اليومي. فاقترحنا أن البنات يشتغلون على صنع الصيص من الجرايد، فممكن أن عقبهم يستخدمونه للزراعة ويزرعون نبتاتهم في المنزل في هذا الأصيص. كذلك عندنا الورشة الثانية كانت اللي هي تزيين حقائب التسوق الصديقة للبيئة اللي هي ريسايكلد. فلذلك ممكن هي تكون بديل للأكياس البلاستيكية. جميل جدا. مثل ما قلنا ان هاي الفعاليات يعني تهدف الى صقل المنتسبات نفسهم ولتحفيزهم كذلك الى يعني مثل ما قلت تقيد كذلك بالحس بالمسؤولية. كيف رايتم توفير هذه يعني مثل ما نقول الاهداف والورش او الأهمية كذلك مع منتسبات مرشدات الشارقة لتعمل دائما مثل ما نقول على تحفيز هؤلاء المنتسبات وخروجهم طبعا مثل ما يقولون كمنتسبات قادرات على قيادة هذا المجتمع ان شاء الله بإذن الله في المستقبل. ان شاء الله. طبعا في نهاية الفعالية نفسها شفنا يعني بدينا نراجع مع البنات شو أسامي النبتات اللي تعلموها. جميل. فما شاء الله عليهم كانوا حافظين أسامي النبتات، كل نبتة شو دورها، حتى يعني في فئة عمرية من يعني كانوا في بنات صغار أوردي. ف نعم. إنزين، كيف رأيتي مثلا اللي هم المنتسبات نفسهم، هل الباب مفتوح انهم يدخلون مثلا ويدخلون مثلا يتعرفون على هذه الفعاليات الموجوده حتى انهم يشاركوكم وينتسبون لمفوضيه مرشدات الشارقه؟ اكيد دائما نحن دائما نحرص على توعيه فئتنا المستهدفه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الفعاليات والبرامج المقامه في المفوضيه. جميل جدا. من خلال هذه مثل ما اقول الممارسات الايجابيه تهدف كذلك الى تعزيز مثل ما قلت يعني تحفيز روح المسؤوليه عند المنتسبات، كذلك تحفيزهم على احترام البيئه. كيف رايتم انعكاس ذلك على المنتسبات نفسهم من خلال مثل ما قلت انهم حبوا يعني يتعرفوا على بعض النبتات، حفظوا النبتات، كيف كان يعني مثل ما اقول رده فعلهم على المحافظه على البيئه ومثل ما اقول بعد كذلك تطبيق الاستدامه في البيئه حاليا، ومثل ما تقول دوله الامارات تعيش يعني او تعمل كذلك على مشروع الاستدامه هنا لعام 2020. هي نعم، احنا لاحظنا من قبل الحضور اغلبهم كانوا يقترحون ورش اخرى ممكن تقدمها المفوضيه. جميل. تخدم نفس الاهداف اللي
كنا حاطينها في بالنا لهاي الفعالية بجانب إعادة التدوير وهالأشياء. يعني وايد بنات كانوا يقترحون شو ممكن يسوون غير القصيص بالريسايكلينج والأشياء اللي يصادفونها خلال يومهم. جميل جدا. إيمان، بنتعرف على الفئات اللي استهدفتوها من خلال هذه الورشة اللي هي أغرس باختيارك من خلال أسبوع التجير هنا في دولة الإمارات. طبعا احنا استهدفنا بداية منتسبات المفوضية. جميل. اللي هم الزهرات والمرشدات، واستقبلنا 30 فتاة، وبجانب ذلك استقبلنا عدد من طالبات المدارس في هذا اليوم، ويانا تقريبا 100 حضرة و100 طالبة في يوم الفعالية. جميل جدا. إيمان، بنتحدث عن المميز في هذه الفعالية أغرس باختيارك في دورتها هذه، والشيء اللي جذب هؤلاء المنتسبات في انضمامهم في هذه الفعالية. طبعا بتوجيهات من وزارة البيئة والتغيير المناخي، هالسنة أسبوع التشجير كان عندنا مميز وغير عن كل سنة نقيم فيها هاي الفعالية. فإحنا استقبلنا على مدار الأسبوع عدة مدارس قامت بزراعة النخيل في المساحات اللي وفرناها لهم في المفوضية، وطبعا ما زال في إقبال لنا الحين. أوردي خلص الأسبوع، في مجالها تتمدد مثلا عشان المنتسبات أكيد يعني أكيد ما في مشكلة، ويعني أكيد ما في مشكلة، والشتلات موجودة والبلدية طبعا ما تقصر مع الجميع. أكيد. كلمة أخيرة توجهها للمنتسبات اللي حابين إن شاء الله يعني ينضموا لكم في الفعاليات القادمة اللي تقدمها مفوضية مرشدات الشارقة. أحب أدعو جميع أولياء الأمور لتسجيل بناتهم في مفوضية مرشدات الشارقة، اللي هي توفر منصة لتأهيل البنات في عدة مجالات، فممكن يشوفون بناتهم في منصب مشرف إن شاء الله في المستقبل. إن شاء الله بإذن الله. إذن يعطيك العافية الأستاذة إيمان أحمد العلي، منسق فعاليات أول بمفوضية مرشدات الشارقة. يعطيكم العافية على هذه الفعالية المميزة بكم وبمرشداتكم والمنتسبات في هذه الفعالية المميزة. ننتظر منكم طبعا الأجمل المميز إن شاء الله في الفترة القادمة بإذن الله. شكرا لكم. الله يخليك. إلى هذا الحد وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا. نتمنى لكم التوفيق أينما كنتم، دمتم بحفظ الله ورعايته. لمشاهدة هذا البرنامج يرجى تحميل تطبيق مرايا.